الأبراج علم مزيف، وهذا الفيديو فقط للترفيه. إذا وجدت فيه أمورا توافق الواقع أو تنطبق عليك فهذه مجرد مصادفات. تذكر دوما لا يعلم الغيب إلا الله. حقائق مدهشة عن برج الأسد. الأشخاص الذين ولدوا ما بين 23 من يوليو والثاني 22 من أغسطس ينتمون إلى برج الأسد. إنها العلامة الخامسة على دائرة الأبراج. مواليد برج الأسد هم حكام الأبراج، وهو ما يترجم بشخصيتهم كقادة بالفطرة. تحكمهم الشمس، ويمثلهم ملك الغابة الأسد. إنهم مبدعون مخلصون، وهذا الأمر يساعدهم على تنمية علاقات قيمة فيما بينهم وبين الآخرين. هناك الكثير لكونك من برج الأسد ربما لا تعرفه. فيما يلي حقائق مثيرة للاهتمام حول الأسود لمساعدتك على معرفة نفسك بشكل أفضل والتعرف على أحبائك الذين ينتمون إلى هذا البرج. قبل المواصلة لا تنسى الضغط على زر الشكر لتقديم الدعم المالي من أجل استمرارية القناة، وكذلك الضغط على أزرار شير ولايك والاشتراك وكتابة التعليقات أسفل الفيديو. والآن تعال لنكتشف ما الذي يشتهر به برج الأسد. تماما مثل حيوان الأسد الذي يحكم الغابة، يعرف الأسد بصفاته القيادية الطبيعية. مواليده يتمتعون بشخصية جذابة وخلاقة وواثقة. من الصعب ألا تحب الأسد عندما تقابله. إن سحرهم يجذب الناس. إنهم طيبو القلب مثل الشمس، ويحبون الاستمتاع. مواليد هذا البرج لا يواجهون مشكلة في بناء علاقات جميلة مع الأشخاص الذين يقابلونهم. لديهم موهبة في حل المشكلات واكتشاف الأشياء. إليك الآن خمس حقائق مثيرة للاهتمام حول مولود برج الأسد. الأسد هو خامس برج على قائمة الأبراج الفلكية، وهو يقع ما بين برج السرطان وبرج العذراء. يمثل الأسد القوة والقيادة. تحكمه الشمس، وهي مكون مركزي للنظام الشمسي، ويعتقد أنها مسؤولة عن شخصيته الرائعة. الأرقام المحظوظة لمولود برج الأسد هي 1، 3، 10، و19. ينتمي الأسد إلى الأبراج النارية، ومن ثم فهو غالبا ما يكون عنيدا ولا يتزعزع. ما هي نقاط ضعف برج الأسد؟ على الرغم من أن الأسود تتمتع بشخصية جذابة ومحبوبة، إلا أنها يمكن أن تظهر على أنها مغرورة وعنيدة أيضا. هذه علامة نار ثابتة، لذلك تكون غير مرنة. هذا يعني أنهم لا يتقبلون النقد جيدا دائما. في بعض الأحيان يمكن أن يركز الأسد على إنجازاته ومهامه، بحيث يصبح متمركزا حول ذاته، وبذلك هو يأخذ كونه مركز النظام الشمسي حرفيا. برج الأسد هو أحد أفضل الأبراج، لكن يبدو أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي. ضعف الاهتمام هذا يمكن أن يؤثر على علاقته بالآخرين. من يجب أن يتزوج الأسد؟ الأسد يكون أكثر توافقا من الناحية العاطفية مع مواليد برج الدلو ومواليد برج الجوزاء. قد يكون برج الأسد والدلو على طرفي نقيض، لكن هذا لا يعيق مدى الجاذبية بينهما. على الرغم من اختلافاتهما، إلا أنهما يسيران بشكل جيد معا. برج الأسد والدلو من العلامات القوية، ويقدران فرديتهما. من ناحية أخرى، لدى الأسد وبرج الجوزاء شخصيات متوافقة. إنهما أذكياء وعقلانيين. بمجرد أن يتعرفا على مشاعرهما تجاه بعضهما البعض، فإنهما يتواصلان بشكل فعال، ويكونان أكثر تعبيرا عن هذه المشاعر.
هذا بالنسبة للأبراج المتوافقة. أما تلك الأبراج التي تعتبر أقل توافقا مع الأسد فهي برج الجدي وبرج العذراء. ما الذي يجعل برج الأسد فريدا؟ لدى الأسد خيال إبداعي يميزه عن غيره، يعمل دماغه باستمرار على إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها. مواليد هذا البرج يواجهون كل مهمة بشغف، ولا يحبون الأداء الضعيف أو المتوسط. إن حماسهم هو ما يساعدهم على المضي قدما عند حل المشكلات. ما هي ألوان الحظ الخاصة بالأسد؟ يمكن أن يتألق برج الأسد بألوان زاهية مثل الشمس. أفضل ألوانه هي الأصفر والأرجواني والبرتقالي والأحمر والذهبي. يرى العديد من برج الأسد أن الذهب هو لونهم المحظوظ، يختار آخرون اللون الأحمر من أجل الحظ. وفي كل الأحوال يمكنك دمج هذه الظلال في ملابسك وديكور منزلك للحصول على طاقة حظ سعيد إضافية. والآن، من هم مشاهير برج الأسد؟ يعد باراك أوباما أحد أشهر مواليد برج الأسد. لقد ولد في 4 أغسطس، صنع التاريخ من خلال كونه أول رئيس أسود للولايات المتحدة. الممثلة فيولا ديفيس ولدت في 11 أغسطس، وهي حائزة على العديد من الجوائز، تنتمي أيضا إلى عائلة الأسود. إنها موهوبة للغاية، وتشكل بدورها أيضا أول ممثل أسود يفوز بجائزة توني وإيمي وأوسكار عن التمثيل. نجمة البوب مادونا تنتمي أيضا إلى برج الأسد. لقد ولدت في 16 أغسطس، وهي تعيد ابتكار أسلوبها باستمرار، مما يضمن لها مكانتها كفنانة موسيقية رائدة. ميك جاجر المولود في 26 يوليو هو أيضا من برج الأسد. إنه أحد المغنين الرئيسيين لرولينج ستونز وأسطورة موسيقى الروك. جاكلين كينيدي السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هي من عائلة الأسود، وقد ولدت في 28 يوليو. زواجها الجميل من الرئيس الأمريكي 35 جون إف كينيدي دليل على علاقة الحب بين الأسد والجوزاء. يترك برج الأسد دائما بصمة أينما وجد. مواليده يكونون صداقات رائعة لأنهم مخلصون، ومع ذلك يمكن أن يكونوا عنيدين وأنانيين في بعض الأحيان. هذا قد يوتر علاقتهم مع الآخرين. إذا كنت واحدا من مواليد هذا البرج فيمكنك أن تقف شامخا، لأنك قائد بالفطرة. اكتب لي في التعليقات إلى أي برج من الأبراج تنتمي أنت، وهل ترى أن هذه المواصفات تنطبق بالفعل على مولود برج الأسد؟